صلوا 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 على رسول الله. كان هناك أب لديه 5 بنات، تقدم لخطبتهن 4 شباب، فأراد أن يزوج الكبيرة ثم التي تليها ثم التي تليها، ولكن البنت الكبيرة رفضت لأنها أرادت أن تهتم بوالدها، فزوج أخواتها 4، وظلت البنت الكبرى تهتم بوالدها وتعتني به حتى مات. وبعد وفاة الأب فتحوا وصية الأب وكتب فيها: لا تقسموا الميراث حتى تتزوج أختكم الكبيرة التي ضحت بسعادتها من أجل سعادتكم. ولكن الأخوات 4 رفضن الوصية وأردن أن يبعن البيت لتأخذ كل واحدة منهن نصيبها من الميراث دون أن يهتموا أين ستذهب أختهن الكبيرة التي ليس لها مأوى سوى الله. ولما أحست أنه لا مفر من تقسيم الميراث، اتصلت الأخت الكبيرة بمن أراد أن يشتري البيت وقصت عليه القصة بأنها ليس لها إلا هذا البيت يأويها، وعليه أن يصبر 4 شهور لأنها أرادت أن تمكث في بيت أبيها حتى تجد لها مكاناً مناسباً تعيش فيه. فوافق ذلك الرجل وقال: حسناً لا عليك. وتم بيع البيت وتقسيم الميراث على البنات 5، وكل واحدة ذهبت إلى بيت زوجها وهن في غاية السعادة، ولم تفكر إحداهن في مصير أختهن الكبرى التي ضحت بزواجها من أجل أبيها. ولكن الأخت الكبيرة كانت مؤمنة بأن الله لن ينساها، لأنها لزمت والدها مصاحبة له وعاشت في خدمته. مضت الشهور وتلقت الأخت الكبيرة اتصالا من الرجل الذي اشترى البيت، فخافت وظنت أنه سيطردها من البيت أو يخبرها أنه يريد أن تخرج من البيت. ولما أتاها قالت له: أعذرني لم أجد مكانا بعد. فقال لها: لم آتي من أجل ذلك، ولكني أتيت لأسلمك ورقة من المحكمة قد وهبت هذا البيت لك فيها مهرا، إن شئت قبلتيني لك زوجا، وإن شئت رجعت من حيث أتيت، وفي كلا الحالتين البيت هو لك وحق لك. فبكت وعلمت أن الله لا يضيع عمل المحسنين، فوافقت على الزواج من ذلك الرجل وعاشت في سعادة تامة. سبحان الله كيف صبرت وعوضها الله بزوج كريم والبقاء في بيت أبيها. عزيزي المشاهد، أريد أن أوصل لك فكرة: احرص دائما على رضا والديك وقبل أيديهم ليلا ونهارا وابتسم دائما في وجههم. مهما فعلت من خير فلن يضيع الله أجرك، وكيف لو كان بالعناية بوالديك؟ أرجوكم شاركوا هذه القصة مع الجميع لكي ينتبهوا جميعا إلى رضا والديهم، وأرجو منك مشاركة هذه القصة مع الجميع ليكون الأجر والثواب لي ولك أيضا.